الأمم المتحدة حاسمة في قضية أن المنطقة شرق الجدار أن على البوليزاريو أن تتوقف وتمتنع على أي إجراء في نقل قوات بنية إدارية، ولهذا أي خرق لذلك يجعل البوليزاريو ومن ورائها الجزائر في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس فقط المغرب. ما يصدر عنهم هو محاولة يائسة يائسة، لأننا عندما نتابع ما حصل في هذه الفترة الأخيرة ونجد أن دولة جنوب السودان عبرت عن موقف داعم للمغرب، ترى تحول كبير. عندما نجد أن اللجنة الرابعة استقبلت الممثلين المنتخبين في الأقاليم الجنوبية الصحراوية ليعبروا عن ما يقع داخل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، عندما نجد أن الموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص إدراج الصحراء المغربية في اتفاقات مع بلدنا يسير في المسار الإيجابي وحصلت في تطورات دالة، عندما نجد أن الدعوة التي وجهها الأمين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلدنا فيما يتعلق بالمائدة المستديرة هي نفسها الدعوة التي وجهت للجزائر. إذن ما نلحظه هو تراكم عدد من الإنجازات الدالة، منصة اللجنة الرابعة التي كانت في هذه الفترة كانت منصة لتأكيد على أن القضية ليست قضية تصفية استعمار بقدر ما هي قضية وحدة ترابية في مواجهة مشروع تقسيمي جزئي، التأكيد على ما تحقق على مستوى التنمية في الأقاليم الصحراوية، التأكيد على وجاهة المقترح للحكم الذاتي، التأكيد على أن البوليزاريو ليست له شرعية تمثيل الساكنة الصحراوية، التمثيل ينتج عن معطيات قانونية مرتبطة بانتخابات، معطيات تاريخية ومعطيات ديموغرافية مرتبطة بعدد السكان وليس بمن هم موجودون في مخيمة تندوف. ولغاية اليوم عجزت أو تصر الجزائر والبوليزاريو على رفض القيام بإحصاء دقيق وشفاف ونزيه لعدده، فبالتالي ما يقع من استفزازات محاولة يائسة ستمنى أيضا بالفشل كما منيت سابقته.